تأهلت البطولة الإفريقية للعبة المواي تاي بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من عدة دول إفريقية، حيث تقام هذه البطولة للمرة الأولى في مصر والثانية في قارة إفريقيا. الحمد لله رب العالمين، الاتحاد المصري للمواي تاي أشهر سنة 2020 بقرار مجلس بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 159 لسنة 2020. الحمد لله الاتحاد دي أول مشاركة دولية رسمية للاتحاد، شاركنا الحمد لله في البطولة الإفريقية الثانية بعدد 20 لاعب ولاعبة، أول بطولة دولية تنظم في جمهورية مصر العربية رياضة المواي تاي دولية، الحمد لله رب العالمين. بطولة أفريقيا دي البطولة الثانية في انطلاق البطولات الأفريقية، وكانت دي أول بطولة، يعني دي أول بطولة أفريقية تقام في مصر على أرض جمهورية مصر العربية. طبعا احنا كان لنا الشرف ان مصر تكون مستضيفه للبطوله دي، ويكون فيها عمالقه من الحكام ونخبه كبيره من الحكام الدوليين والافريقيين. اللعيبه استعدوا استعداد كامل بالتجهيزات والمعسكرات، وعملنا مجهود كبير عشان البطوله تطلع في نجاح البطوله على أرض مصر، والحمد لله يعني أنت شايف مستوى اللعيبة كبير. الأول بسم الله الرحمن الرحيم، كله بفضل ربنا سبحانه وتعالى، ثم بفضل مدرب منتخب مصر الكابتن إسلام نجيب. والله حصل تجارب في اكتوبر في منتدى شباب اكتوبر، وعن طريق التجارب دي تم اختيار عناصر الفريق القومي المشارك في البطوله الافريقيه الثانيه للمواي تاي، والحمد لله بفضل الله كنت انا من ضمنهم، عسكرنا في المركز الاولمبي، والحمد لله يعني تعبنا وربنا كرمنا الحمد لله، واللي جاي خير باذن الله، وفي بطوله عالم هتبقى في تايلاند، وباذن الله باذن الله ربنا يكرمني واكون من ضمن العناصر اللي هتشارك في البطوله دي باذن الله. يعني الحمد لله انا فرحانه بالفوز ديالي حيت ما جاش بسهل، لعبت مع مصر هي صاحبه الارض والوطن، والحمد لله قدرت نتميز على ميداليه ذهبيه وفخر المغرب، وتحيه للوالدين ديالي اللي مساعديني، والحمد لله فزت بالفوز. تنظيم البطوله كويس جدا وجميل جدا، كمان احنا عسكرنا كانت المرحلة بالنسبة لنا صعبة جدا، بس الحمد لله أكيد ربنا ما ضيعلناش تعب، وكل ده بفضل ربنا، وبعدين الكابتن بتاعي وأنا بشكره جدا 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 كابتن وليد زكريا. اهتمام قوي بالرياضة في مصر وقدرة هائلة على التنظيم، حيث أن المنشآت الرياضية في مصر أصبحت في تطور دائم. سيف محمود، صباح البلد.